الإعلامية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. مساء الخير عليكي وكل سنة وانتي طيبة. ويعني مسألة تناول الأعمال الأدبية دي جايين في بيتها بقى في حبيبتي، الأعمال مساء الدرامية الفل. والسينمائية. أهلا بيكي، مساء الخير. مساء الفل، أهلا بيكي هدير، ومبسوطة إن أنا معاكي حبيبتي، كل سنة وانتي وتسلمي أول. طيبة. وشايفة الموضوع ده ازاي دلوقتي، تناول الأعمال الأدبية دراميا وسينمائيا؟ بصي، يعني احنا بندور على وجود محتوى محترم بأي شكل، يعني أنا عارفة لسه إن في ناس دعاء لسه كانت بتقول كده، ولسه كنا بالظبط. بنتكلم على فيلم الإسكندراني. تحية طبعا للأستاذة دعاء، ويعني هي فكرة إنه احنا محتاجين وبندور وعندنا مشكلة في الفكر أساسا، فلو هو ده الحل المبدئي ان احنا نبدأ ننتبه للفكرة دي، يبقى في انتباه لفكرة انه الفكرة عندك هو الأساس، فلازم تبقى حاطط البيز الأساس بتاعك محترم وقوي، وفي رسالة حقيقية بتقدمها، مش شرط تكون بدرجة عمق فظيعة قد ما على الأقل بتقدم رسالة محترمة. ولو ده هيحصل من خلال تحويل الرواية أو إنتاج روايات يعني وتنفيذها، ليه لا؟ ما فيش مشكلة. يعني يمكن يكون ده، أنا باخدها كده دايما بقول، وكأنه نوع من التدريب على تقديم الفكر المحترم، وكأننا بنتدرب على الحاجة القوية، يعني إزاي نكتب أعمال قوية. فأنا شايفة أنه دي هي بتبقى فترات دايرة بتلف، في فترة ضعف في حاجات معينة بنبدأ ندور، بعدها مرحلة ندور على الحل إيه، بنقعد شوية بندور على الحل لغاية ما نوصل نحط إيدينا على بعض الحلول عشان نقدر نرجع تاني لنفس النقطة اللي كنا فيها واقفين عند مستوى قوي جدا ومستوى اتقال عليه إحنا في الريادة، يعني إحنا بنقود. فأتمنى أن تكون لو دي طريقة أو طريقة من الطرق، يا ريت، عايزين نرجع تاني رواد. آخر الأعمال اللي انت شفتيها مأخوذة عن أعمال أدبية ولفتت نظرك واتفرجتي عليها كانت إيه؟ سواء في في السينما حاجات سواء في كتير. الدراما. يعني احنا لسه كنا بنتكلم عن ما وراء الطبيعة، مذكرات زوج، الحاجات دي. اتفرجتي على حاجة في الحاجات دي؟ يعني عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا ممكن يكون في حاجات بعدها كانت حلوه برضو، بس انا مثلا اول حاجه جت على بالي وانت بتقولي دلوقتي واحه الغروب مثلا. طبعا. واحه الغروب كان عمل محترم، وحتى لو هو ما تشافش من جانب بعض الفئات بشكل عميق استوعبوه من اول عرض، لكن هتلاقي عمل زي كده عايش، لانه في فكر، والفكر ده هنحتاج له في وقت من الاوقات. طبعا فمثلا انا طبعا بديكي مثال، طبعا. استاذ يعني خالد النبوي ومنى شلبي، يعني النجمه منى شلبي، كانوا عاملين مسلسل عظيم، وكل صناع المسلسل. انا بشكرك شكرا جزيلا. الاعلاميه نسرين عكاشه، شكرا جزيلا على وجودك معايا.